مجلس الأمن عليه أن يتصرف، عليه أن يتحرك بعزم وحزم. ليتمتع بمصداقيته، ليثبت أنه يؤدي دوره. مجلس الأمن هي أعلى سلطة مسؤولة عن صون سلم والأمن الدوليين، ولذا من غير المقبول لمجلس الأمن ولقرارات مجلس الأمن بما في ذلك 2735 أن يتم تجاهلها. إسرائيل ليست فوق القانون، وعلينا أن نخضع إسرائيل للمساءلة. نحن بحاجة إلى حلول، حلول ملموسة قابلة للتنفيذ، قابلة للتحقيق. نحن لسنا بحاجة إلى أقوال لا تخدم أحدا. سيدتي الرئيسة، لا ينبغي أبدا أن نسمح بالتصعيد في لبنان أن يجعلنا نتجاهل الأزمة المستمرة في غزة، ولكن أعتقد أن البعض قد تناسى محنة الشعب في غزة. أي جهود للتصدي للتصعيد الأوسع في المنطقة ينبغي أن تبدأ بوقف الهجوم الوحشي على غزة. أكرره، أي جهود لمعالجة التصعيد الأوسع في المنطقة لابد وأن تبدأ بوقف الهجوم الوحشي على غزة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. الجميع باستثناء المحتل الإسرائيلي، الجميع يسعى إلى نهاية حلقة العنف تلك، الجميع يعمل نحو تحقيق هذا الهدف. إذن إلى متى سيظل المجتمع الدولي عاجزا في وجه تحدي إسرائيل؟ إلى متى سنفشل في ضمان التنفيذ الكامل، التنفيذ الكامل للقرار 1701، خاصة الجزء المتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو شرط أساسي لضمان استقرار لبنان. سيدتي الرئيسة، الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى جهود متضافرة منا جميعا للتوصل إلى حل مستدام ودائم للأزمة. هذه الحلول من شأنها أن تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في لبنان وفي سوريا، ولا بد من إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا سيدتي الرئيسة.